جمهورنا الكريم في حصتكم بات بانيك على قناتكم الكابيسي. حبيت ضرب خويا لا راك سير راك تشوفو راك سير بلي حبيت ضرب دوك تشوفو لوطر كوتي تاعك ما لعبت مع اللي جا نورمال اللي جا ضرب معاه تغلبهم كاع 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 تغلبهم كاع اوكي دخلوا لي جمال دحوس عبي اروح صاحبي هدا يروح اروح اه جمال دحو شامبيون دي مونت على بوكس سيري ابي ضربه قلت لي تجيب لي بطل العالم في الشطرنج نضربو نضرب معاه ضربك شوف لا سينتير ماشي كاين غير هذه تحسب كاين غير هذه كاين بزاف نوض يا نوض ما نضربش ما عنديش ما نضربو هكذا نضرو هكذا كاين رابع روح ايكيبي خويا اروح شامبيون طلع اطلع شامبيون طلع وش دالي يومي شوي هيا غوش هيا غوش اسكيب هيا فالا هيا اليوم يقطعك اليوم يا بيرك شهد راك تشوف هيا شيخ هيا فالا فالا هيا ادخل حمي روحك اروح ادخل إذن جمهورنا الكريم غادي تشوفوا منازلة في الفن بين كمال عبدات وبطل العالم في الملاكمة جمال دحوم الحكم تحت مباراة نبيل عسلي فضل نبيل فلا هيا نهضوا العنف نشوف بالك كاش مواس عندهم ولا طلع يدك ما عندك والو ما عندها لا موس لا والو ما عندكش تفايل هيا موسيقى هيا واخا نكمل نبيل بعد بالك نبيل اضرب سلم عليه اضرب شو ما سلم اضرب صاحبي من جمال جمال اضرب تاع الساحة لا قلت لا كاسيش ابي كاسي ما تكاسيش ما تكاسيش بيرالتي ورا الارباب بكارتو جون هيا قتلو انزل إذن الفائز في المباراة هو كمال عبدات يبا شعبي الجزائري كاع صحيت ما تعرفتهاش كان معنا تفضل شيخ تفضل لا
بانيكس بلاطو، لأنه ضيفنا اليوم هو جمال بحر، أصغر بطل عالم في التاريخ في رياضة الملاكمة. هو وليد ديالت كان جايب روحه في القراية، وكي كان صغير كان يقول لازم نخرج حاجة سبيسيال. جمال معروف بهدوء وبتواضعه، ويحب مدينة ديالت ويقول عليها بلي هي الأكسجين تاعو. أغاني حسني ما تخطيش، يحب يقعد وحده وما يحبش يهضر بزاف غير في التليفون حتى صباح. راسو يابس وكلمته تاع رصاص بصح. بات بانيك جمال عاقل وناس ملاح. ميرسي. وبطل العالم الجديد، بطل العالم الجديد كمال عبدات. ايا اخرج خرج البس خرج البس اخرج برا اخرج البس كنوا لي ما او وهديها كي تولي هديها الرئيس الحصه ولا نفوز. جمال مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا على الدعوه، يعني صار في غون بليزير نكون ضيف شرف يعني وضيف حصه تاعكم ان شاء الله. جمال دحو اصغر بطل العالم، عاودي تسال عليها تصفيقه هذه الشيخ. فوالا حق نبيل بالك تولي الثاني الشامبيون دي موند ولا بالك بالك ان شاء الله. سي فري دونك معلومه، اصغر بطل العالم جمال لو بلو جون شامبيون دي موند La UBO dans l'histoire. Il a battu le record d'un boxeur américain, Osmo Antonio, qui a fait le bouton à l'âge de 22 ans et 10 mois. Et qui a fait le bouton à l'âge de 22 ans et 3 mois. Il a battu le record avec 7 mois de décalage. C'est vrai, يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة. sincèrement c'est une fierté. انت كيفاش حكينا كيفاش بديت لا بوكس من صغرك؟ سي فري يقولك بلي لي بوكسر سي دي باغارور، انت كنت باغارور من الصغر زعما يحبوا يضربوا؟ انا كنت كاع لو كونترير، يعني انا في البداية تاع دخولي لعالم الملاكمة انا ما كانش نيتي ندخل كامل لا بوكس. انا بديت كيما حنا نقولوها بالعاميه كنت محقور دون الكارتيي تاعي في ليكول اللي كنت نقرا فيه في البريمير. نو سانسيرمون كنت نخرج يدوا لي دراهمي يخونوا لي لي بالون تاعي. كانوا يحقروك؟ كانوا يحقروني. انت متيارت؟ انا متيارت. نبلغوا سلام ناس تيارت، بارك الله فيكم اللي جبتوا لنا واحد كيما هذا، يعطيكم الصحه. الوغ سينون كنت دائما نعيط للاب تاعي، نعيط لعمي، يعني نقول رواح وسلك عليا وهكا. دقيقه بين سقسي على كمال صاحبي بالك طاح في الارض ولا دقيقه نشوف سقسي على كمال صاحبي وراه. كمال ما صار لك والو صافا افيك لو كوب بوان. شوف شوف هذه الصوره مثلا تبين باللي من صغرك تخرج بوكسر، متصور دايرها دايرها باينه بلي تخرج بوكسر. شي الوغ بدات البدايه كيما هاك في دخولي لعالم الملاكمه، حيث انه كان عندي العم تاعي يعني un ancien boxeur amateur oui. un ancien champion d'Algérie ou كنت نادميري بزاف سواء ليدوكاسيون تاعها سواء الاحترام اللي كانوا يكنوا له للشعب الجزائري يعني وخاصه تيرتي. يعني سيتي ان ريف بور موا نسلك على روحي بلا ما نعيط لو بابا ولا نعيط لعمي او ميم طون ناخذ المشوار. شكون الاول اللي سرحته كي درت لا بوكس الاول اللي كان حاقرك في الحومه باينه بلي قتلته بالضرب؟ بون انا ما تبليتهمش يعني هما حسبوني كيما كنت جا بغا يسيي الوغ تما سرحت شويه في الحومه راك سارح شويه ثلاثه اربعه واحد ولا زوج 700 800 نو واحد ولا زوج. انا شوي ترو كالم في لي بوكسور الناس كي يشوفوهم يشوفوهم سي عنف ويشوفوهم الناس ودين عليهم نظره انهم الناس كيما نقولوا حنايا دي اس دي اف دي اللي برا ماهمش قاريين ماهمش فاهمين ماهمش مثقفين هما اللي يدخلوا دي بوكسور. هذه العاميه تاع الناس واش تشوف بصح نو انا نقول لو كونترير الناس راهي غالطه. دي بوكسور كاين فيهم اللي قاري كيما لي دو فرار كليتشكو دو لوكران يعني دي شامبيون دو موند ودي دكتور واحد اون فرونسي واحد في لا سيونس سبورتيف يعني والحمد لله انا برا ترو كالم باينين شوما جينيرالمون لي سبورتيف كاع ترونكيل كاع كالم على بالك بلي انتم معدودين باللي عندكم ارم هنا على بالك لي سبورتيف ولا ولا بيان سور ارم بلون واحد يضربك بوني شغل ضربك ضربك بوشي يا شيخ. هاد لا فوتو اللي جبد لي وراه جمال تعرف فيه شوف وراه جمال هنا جمال وراه نورمالمون وين تا نورمالمون راك بالكول نورمالمون افيك كري كري شيخ على الكول رولي باينه بلي تخرج بوكسور شيخ تاعي سيتي 99 هذيك سنه ثالثه هكا سنه ثالثه وكنت في عندكم اون فيديراسيون نورمالمون وزاره الرياضه على بالهم بيك على بالهم اللي كاين شامبيون عنده 22 سنه كلمك الوزير كلموك ماشي الوزير شخصيا لكن من الوزاره على بالهم كلموك نو على بالهم ديرنييرمون المانجر تاعي اللي هو الاب تاعي مختار الله يبارك نحييه المناسبه
تلقى رساله من قبل الاتحاديه الجزائريه للملاكمه وثاني المسيو المينيستر لا جونيس دو سبور باسكو كانت لا جونيس دي سبور دونك وزاره الرياضه وحدها وزاره الشباب وحدها با لو ماناجور تاعي لا اكسبتي لا انفيتاسيون وراح زارهم في المقر مقر الوزاره ويعني الحمد لله بالك بالك على ربي انا جيت اوبليجي باش نديفوندي لو تيتر تاعي دبليو في بي سي مونديال لا وورلد بوكسينغ كونسل في واشنطن يعني مي انا راني لو شامبيون يعني لو تيتر راه عندنا انا عندي لوتوريزاسيون من عند لا فيدراسيون مونديال اني يتحداني هذا الامريكي يعني هنا في البلد ما هو يجي عندي هو يجي عندي باسكو هو اللي راه يشارشي كيما كان كمال عبدات بطل تتحديته جيت عندنا دونك سي ا بري ميم شوز فريمون مي كنت تحداني فرحان تشوف شوف طراحه انا احنا الحمد لله بون سي با اوفيسيال مي ان شاء الله غادي نديفوندي لو تيتر تاعي هنا جي نورمالمون الامريكان يجي هنا ان شاء الله بربي يجي هنايا في على بالك بلي مايك تايسون كان هنا في وهران جو سي بيان كان ما قدرتش هكا ما كنتش في راسي تجي تشوف مايك تايسون كنت اون بريباراسيون وما نكذبش عليك يعني صراحه انا مايك تايسون سي مون ايدول انا نموت على مايك تايسون نموت على مايك تايسون معنا تخدمنا مع بعض في فيلم الله يبارك مي انا نبغي مايك تايسون كوتي سبورتيف ما نبغيش كوتي باسكو مايك تايسون معروف انه إلي با إيديوكي بيان وهذوك هو استعقل شيخ هو استعقل ملي دخل الاسلام استعقل شيخ كي ولا يدور مع جريو استعقل ولا يخاف استعقل شيخ دخل الاسلام راه يصلي احنا خدمنا معاه في وهران هذه شهاده ينوض صباح يصلي الفجر في الحمد لله يا ربي ويخدم معنا كان يخدم معنا انني نهضر لك انني نهضر لك كي كان لاج دو 20 اون 22 اون 23 اون كان شويه يدير شيخ كاين واحد لافوتو تصور انت وكاين دي نيميرو كاين الكود اش معنى هاد الكود تاعك شغل هذيك لي فواتور كاع عندهم ماتريكولاسيون انا تاعي هذاك الماتريكول تما هذا ماتريكول ماتريكول يعني قلنا الصح هذا الكود دقيقه الله اكبر الو وي مانيش عارف اللي نقدر نقولها لا ولا لا هذه تفوت هذه نورمال اوكي صحيت نسقسي ما كاش تقول انتوما اللي تحكموا ما كاش مشكل اوكي خوينا قالوا لي بلي هذا كود تاع اسم تاع وحده تبغيها انا حاولت ندي كودي زعما ما عرفتش والله ما عرفتش قلنا شكون هذه قلنا الكود نيشان خاطرك داير قلب وحده نيميرو قلنا شكون اسمها هذه معليه بون جو بو با سيتي لو نون البرينو صح نون لو ميم لو برينو البرينو شيخ البرينو بالك نطيقو نقولو فيها اسم الام اسم جيران ما توسي كاع البرينو لا كارت ناسيونال بون كيما قلت لك ماتريكول تاع الكره الاحمر فوالا هيا الماتريكول هذه مثلا اللي باغي نشوف هذه البنت يبغيها جمال كنت مشى في الطريق ويعنفوها مثلا واحد يقول لها خوي اوريجينال بس حكا دايغا وراهم قالوا لنا بلي اسمها شباب قلنا برينو ما كاش ما غاديش يعرفوها قلنا البرينو برك جمال باش ما يتعنفوهاش في الطريق هذه نصيحه على بالك بلي نورمالمون هذه انا في رايي الشخصي هاد البنات اللي زعما اللي عندهم الفيونسي تاعهم ولا عندهم واحد يبغيهم بوكسور ولا نورمالمون يديروا لهم كارطه يبانوا في التلفزيون كاع باش ما نقربوهمش بون لا فوتو هذه صافي بيان لونتون ملي درتها حبس مع في عنده ماتريكول واحد اخر بس كان بلاكارت زون كان بلاكارت زون بدلوا له كان 600 درك اعطوا له لاكارت ديت 14 لاكارت جريز على بالنا بلي رومانتيك وكاع اسمع حد معنا هذه الموسيقى اسمع على بالنا بلي انت ربي يرحم عقيل ربي يرحمه شوف إلي سونسيب شوف إلي سونسيب لي بوكسر سونسيب لو كان شاتو لا شانسو كنا نضربو ماشي نضربو نعطيلو طريحة دونك فوز تري سونسيب كيفاش نورمالمون انت دير ليكيتاسيون دير ركوب الخيل دير السباحة لا غالب درت البوكس شيخ لا بوكس من بعد بو انا في الديبي كيما قلت لك ما كنتش باغي ندخل عبا نولي ملاكم من بعد كي دخلت الملاكمه يعني شفتها مدرسه باسكو دون لا في يل فو توجور سباتر
راك شايف شغل باش باش تدخل تخدم لازم تكومباتي باش تدخل تخدم باش تقرا لازم لازم حياتنا هذه لا بوكس تعلمك هذا الشيء وانا لا بوكس من بعد كي دخلت هاك شغل حبيت هذا لا ديسيبلين وبغيت لا بوكس من بعد كينا سيتي مون غاف في الماكينه كنت بور اتر ان شامبيون دو موند ونرفد لومبليم ناسيونال يعني ونشرف بلادي خارج ودخل الوطن والحمد لله هذا الشيء مي كيما قلت كيما كنت نقول لك كل واحد وعنده لو كاركتير تاعو يعني انا عندي دوبل كيما حنا نطيقو نقولوا دوبل يعني كاركتير يعني كاركتير دان بوكسور اغريسيف سور لو رينك وان دور دو رينك يعني كاركتير تاع رومانتيك رومانتيك فوالا احكي لي جمال احكي لي حكايتك مع الغنيه كيف الغنيه هذه اثرت فيك تقريبا ما تبكي وتاثرت احكي لي الحكايه كيف هذه ديروا لها عقل كيفاش كيفاش تفكر لا شونسون بريفيري تاعي سي بيان هذه ديروا لها عقل عقيل الله يرحمه بون في لي مومون ديفيسيل دو جمال دحو ولي مومون فاسيل كنت نسمعها وان شاء الله انا مون افي نقعد بالك منها قرن منها هاك نقعد نبغي هذه ونشتي هذه باسكو كي نسمع هذا لازيك يعني تتمشى نسوا نكون مانيش عارف برا يفوت عليا لوطو دايرها ولا نتاثر بها جو سي با بوركو باسكو فاتت دون زان مومون اللي انا حسيت روحي عايش هذيك عايش ميستواغ نبيل عسلي باش يعرف الجمهور لا شونسون اللي نبيل عسلي يتاثر ويبكي هي اغنيه ديروا له الحنه نسمعها يبكي علاش نبيل عسلي ايه خاطر قاعد داروا لنا الحنه تما انت نورمالمون كي تجي غادي تبوكسي ولا دير هذه في كي تجي داخل الرينك ديرها نورمالمون ديروا تاع الغناء تاع الثوره جيتني جيتني في هذه انا بليزيور فوا اون فوا كنت اماتور في ستيف شامبيونات دالجيري كنت اماتور نلعبو بالكاسك باسكو كاين دوك اني بروفيسيونيل سون كاسك اي تو بكري كنت اماتور لازم ان بوكسور بور اتر ان بروفيسيونيل لازم يفوت على الاماتوريزم كنت اماتور نقلها جو سوفيان بيان في عين ولمان في ستيف كانت الشامبيونا لا كوب لا فينال دو كوب دالجيري وكان معايا المدرب تاعي خالد بن ناصر اللي نحييه على المناسبه دخل عندي لي فيستير قال لي يا ولدي سي بون راك المومون تاع الكومبا تاعك كسبني دي لي زيكوتور خلق هكا لي زيكوتور واش يصيب سي بون يتحسني أوه. وش قال لي؟ قال لي ناس تدخل دبس تدخل حريرة حنا عندنا هدية كنت فانيك هدية لعلى بلا بلي الوالدة تمدها لك قبل ما تبوكسي أنا باش جيب لي الكادو تاعنا اللي مدينا لها حنا تاني نمدوه لك قبل ما تبوكسي على بالنا بلي تبغيه قلعوا لنا قلعوها من الساشي جيبوها لنا بلا ساشي قلعها من الساشي قلعها من الساشي رابع جيبها لنا ديريكتومون كيما راها فازي فوالا هاي والله الكابريس شيخ كابريس مستقبل أمة بالكابريس مستقبل شامبيون دي موند بالكابريس شيخ كيفاش حكايه الكابريس شيخ فكرتني بالام يعني اللي نتحيها ونقول لها شتم تري فور ماما يعني في كل بلاد نروح نلاكم فيها سواء في الجزائر ولا في الجزائر بلوتو ولا خارج الجزائر دي اللي كاي ام يعني جزائريه حنين على ولدها الوغ تفتش لي في الباجاج تاعي ودير لي هكا حلوه باسكو كيما انتوما تعرفوا الملاكمه سي بار بوا كيما انا شوي دون الوالتر ويت يعني سي لي مي موايان 66 كيلو 600 الوغ لازم توجور عندي ان ريجيم اليمونتير ستريكت يعني نديرو يعني دي فوا دي فوا العالميه اللي تفترض لك تاكل الكابريس نو في دار في ديراليه الاميه اللي الكابريس قبل البوكس تمد لك الوالده كابريس تمد لي الوالده كي نروح نحل لي باجاج تاعي مورا اللي ندير لابوزي عندي لوتوريزاسيون بار لا فيديراسيون مونديال اني ناكل باش نسترجع ديك الطاقه تاعي انا نصيب الكابريس ناكل منها حتى تخرج لي مني فيها ما كاش منها هذا الكابريس الشيخ كي تجي غادي دابا ضربه القضيه بالك هذيك هي كابريس هذه كابريسه واحده عقل عليها تاع بات بانيك نهار اللي دابز مع واشنطن بصح خليها عندك سوفونير ان شاء الله ضرب معاه كلها وتفكرنا احنا دوك بات بانيك تغلب هذا تاع واشنطن ما كان لا واشنطن لا والو هاك جمال شكرا لك في البيت في البيت ثاني هاكو بالها تربح جو دي بوكسور بالها كي يخرجوا لنا دي بوكسور هادو ثاني منا هاكو فوالا 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 ايوا ايوا صاحبي راني معاه راني راني قولها للنجيني راني يا عمري خمم فيها لي طول النهار ماشي غرضي
هذه الرئيس الحصار ياسر رئيس الحصار. شكرا. نولو نبيل راك ساكت مصباتي ساكت كي تخلص كت انا خفت نقول لك صح يا خويا كنت رجلي وانا يا اخو مش عارف اسمع لي الاستوا تاع الكاراتيه ولا ما سمعتهاش سمعتها وانا ندير الكاراتيه سمعتها بالك هو كي كان صغير نولو مع نبيل عسلي نبيل عسلي لو ديرني فيلم تاعك نورمالمون سي لا بروف وي من اخراج عمور حكار مخرج لي اصله من خنشله وراح صغير راح لفرنسا الى في بوكو دو فيلم تما الى في لا ميزون جون ثاني فيلم معروف قبل هذا دونك سي ان فيلم درناه في خنشله ونيتي اون كيب ريدويت صغيره مي افيك سي ان فيلم درناه افيك بوكو دامور سي بور سا فوالا حنا راه عندنا لا بوندانوس شوفوا لا بوندانوس بعد نولوا للفيلم داكو ماني ندوموندي لك حتى التفسير قلت لك برك اسم المشتري ما نعرفوش ما تعرفوش وين مداري تديه ما تعرفش اسمه خاطش ما اكزيستيش المشتري هذا علاه ما تسكتيش عليا درك علاه علاه ما تسكتيش ما كتشوف لي حالتك راني كنكل It's not your fault. فوالا لا بروف دغني فيلم اللي لعب فيه نبيل عسلي بصح انا عجبني تاع راني داير كي الكلب باش تفضل ناقد سينمائي كبير في الفيلم كي لعبت لورون هذا شامبوان لي شعر اسكو ماشي شامبوان تاع بكري هذوك تاع الباب بالبابونج الفيلم اسو لا بروف بلي الشامبو ماشي مليح فوالا فوالا دونك الفيلم هذا شاركتو به بمهرجانات نبيل مهرجان اول مهرجان تاعو كان دبي من بين جو با يا 3 مؤخرا شارك في 4 أو 5 مهرجانات في قبل رمضان كان شارك هنا في الجزائر مهرجان المسرح المغاربي وين تحصلنا على جائزه تحصل على جائزه احسن ممثل في هذا الفيلم قال انا نبيل عسلي احسن ممثل في المهرجان الاخير وسيت صبا اي لو فيلم راه مرشح باسكو كاين مهرجان السينما الفرنكوفون في فرنسا دونك كاين بزاف افلام جزائريه مغاربيه افريقيه اوروبيه يشاركوا وكان 150 واحد يفوتي كاين بزاف واحد ما يعرف واحد باغ ان كود يشوفوا لي فيلم يبعثوا يسيليكسيونيو دونك احسن فيلم احسن ممثل احسن كذا وعلى فين يديروا لا ليست فينال دونك انا خرجت في لا ليست فينال مرشح جائزة أحسن ممثل بالفيلم هذا أنا وأربع ممثلين واحد من كندا واحد من بلجيكا لا بلجيكي اللي تري كونو اسمه فرانسوا داميان دونك رانا سيليكسيوني هاد الأيامات يبان ريزولتا يا أوسي الفيلم ريبونتي سيليكسيوني ثاني أحسن فيلم ونوميني أحسن فيلم والممثلين اللي فيه عادلة بن دمراد وخالد بن عيسى نوميني باش يكونوا سيكون رول يعني ثاني إن شاء الله ربي يوفقهم كاع ربي يوفقكم إن شاء الله كاع أبري لا بيب ما تنساوش غادي نقعدوا معنا راه معنا جمال شامبيون دي مون تاع لا بوكس راه معنا أوسي نبيل عسلي غادي نولوا مباشرة بعد لا بيب مع لا كرونيك تاع كمال عبدات We'll be right back.